يلاه جيت المهرجان حيت كان غير الفيلم دونك جو سوي تري كونتون ان واخيرا غيجيو الممثلين ماشي المؤثرين دونك انا فرحان بزاف واخا الممثلين تستوكاو في فاركو بحال غادي المول ابراهيم ولي بلوكوز كيجيو في لي بي ام ايكيب ديال الفيلم خشي كله في طومبيل وحده صافيط ولي بلوكوز كيجيو في لي فواتور بوحدهم بيان سور ما عجبناش الحال الا عجبكم نتوما الحال نحبكم الصحفيين كلكم 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 اللي خطكم علينا تبارك الله عليكم لا انتم زوينين بزاف كنحماق عليكم انا كنحماق عليكم كنموت عليكم اخر يوم من عمر المهرجان مراكش الفيلم الدولي ولا غادي يتم الاختتام وغادي يتم التتويج ديال فيلم الافلام ديال المسابقه بالنجمه الذهبيه حنا اي الافلام كلها اللي شاركت فهي متوجه ولكن كذلك حنا تنتمناو ان اليوم يكون التتويج ديال الفيلم المغربي اللي شارك هو الوحيد والاوحد اللي شارك في هذه الدوره اللي هو فيلم ازرق القفطان ديال مريم التوزاني تنتمناو انه يفوز لان بغينا نعليو الرايه ديال المغرب سينمائيا فهذا شيء شرف لنا المشاركه ديالنا جات ان الفيلم الاخوان كود كور ديال الفيستيفال وصافي بليزير انه اول مشاركه لنا في هذا المهرجان الدولي اللي بطبيعة الحال هو مفخرة للمغاربة ومفخرة لينا حنا كفنانين كانت أول تجربة سينمائية ديالنا ديال فيلم الإخوان اللي الحمد لله لقى نجاح كبير وهذا النجاح راجع للخدمة وأنه شغلنا من القلب باش نقدموا واحد برودوي سينمائي للمغاربة واللي لقى الإعجاب ديالهم فرحانين اليوم الفيلم ديال الإخوان تشرف هذا المهرجان و تنتمناهم خوتنا أنهم يعجبهم العرض ويعجبهم الدور ديالي اول دور ديالي في السينما احساس راه احساس كبير لانه غادي يشوفوه خوتنا وحبابنا والناس اللي عزاز علينا وهذا هي اول تجربه ليا في السينما فنتمنى انهم يزيدوا يشجعونا باش نديروا اعمال اخرين ان شاء الله شفنا افلام في المستوى كان عندنا لقاءات مع الجمهور ديال مراكش والجمهور المغربي شفنا ضيوف ديال المهرجان شفنا مهرجان بالنجاح ديالو يعني الدوره 19 النجاح ديالو رغم واحد السنتين اللي ما كانش مهرجان بسبب كورونا مهرجان مراكش دائما متعلق وان شاء الله الدوره 20 غتكون دوره استثنائيه اعتقد ان الدوره 20 ونجح بكم نتوما بتغطيه اعلاميه كنتمنى التوفيق والمغاربه راكم عارفين مغاربه سخان ديما كنبغيو داكشي ينجح